السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتب فؤاد عدلي تسويق الأراضي الزراعية. بسم الله ما شاء الله، هنا معايا 10 فدادين. بسم الله ما شاء الله، قرية 13 جنب برج العرب على طول. الأرض ملك خالصة، أدي البيت بتاعنا تمام. في هنا كهرباء وصلة ومية، 10 فدادين مزروعين للخرشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على الطريق على طول، صور لك القرية وصور لك كل حاجة. ري بحاري غمر، الأرض تربة حمراء، طينية حمراء زي ما حضرتك شايف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأرض كده مزروعة خرشوف أهي تمام، قطعة واحدة. همشي معاك بعرض الأرض ما شاء الله، الأرض على الطريق. هصور لك القرية اهي جنب منا القرية على طول، عامل لك زوم عليها. متين متر بينك وبين القرية، فيها المدرسة وفيها حاجتك كلها، وجنب برج العرب على طول، جنب برج العرب على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرض جنب التبطين على طول ما شاء الله، حاجة تبارك الرحمن. ري بحاري غمر، بسم الله ما شاء الله. الأرض أهي مروية غمرة، تربة طينية حمراء، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. جنب منك جيران أهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأرض فيها خرشوف، فيها كروية تبارك الرحمن. ملك خالصة، معلاش أي جنيه، عقد أزرق ورقة واحدة. عشان الناس اللي بتستفسر وتقول لي الورق، بالنسبة للورق عقد أزرق ورقة واحدة. دي الأرض وده الجار، دي أرض الجيران وأدي الكراوي. الأرض بسم الله ما شاء الله طويلة تمام. الأرض أهي جنب برج العرب، جنب برج العرب على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك صاحب الأرض وصاحب النصيب. ري بحاري غمر ملك، عقد أزرق ورقة واحدة.